سلم لي على امك كتير. الله يسلمك. مع السلامه يا حوده. السلام عليكم. مع السلامه يا حوده. سلم لي على امك. احنا احسن حاجه ننسحب ونرجع ال 200 جنيه بتوع التامين بدل ما يضيعوا علينا هما كمان. 200 جنيه على رايك احنا وهي تسند الجردل. شفت؟ مش قلت لك معدن الشعب الاصيل هيبان وقت الشده؟ اهم ناس لا تعرفهم ولا يعرفوك بيهتفوا اسمك واسم استاذك، هو ده المد الثوري الحقيقي. شوف معك 5 جنيه. المهيطه يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطه يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. السلام عليكم. السلام يا اخويا رحمه الله، اهلا وسهلا. محسوبك مامور عبد الرسول، جاي لك بنيابه عن كبار تجار القماش والماني فاتوره. ابدع ناس. دي هدية بسيطة عربون محبة وصداقة زوميليوفت والدعاية. على فكرة الجماعة مستنيينكوا بكرة عشان تشربوا القهوة ونتكلموا مع بعض. وماله؟ نتكلم أخو، مفيش مانع. اتفضلوا اتفضلوا. على فكرة الجماعة مطلوبين لكم مؤتمر شعبي كبير قوي في المنشية. يا اهلا وسهلا يا مرحب، شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا. حبيبي احنا عندنا استعداد نقف جنبكم ونمول حملتكم الانتخابيه وحندخلكم المجلس. وطبعا انتوا اكيد بتسالوا نفسيكم ايه اللي يخلينا نقف معاكم ونساعدوكم. بصراحه احنا كنا بنأيد امين المالح، لكن ولاد الحرام اللي بينافسوه لفقوا له تهمه وحبسوه. عملنا استخاره واتكلنا على الله بالصلاة على النبي وقررنا نأيدوكوا. والأقربون أولى بالمعروف، مش كده ولا إيه؟ حاكم إحنا لا مؤاخذة ما بنحبوش الحكومة كده لله في لله، ولا الجماعة المنافقين اللي زي مصلحي بيه ورسمي بيه والدكتور واصلي. في صحة النواب الجدد. في صحة الشعب والحرية والديمقراطية. بس إحنا بصراحة عندنا شوية مشاكل. إذا كان قصدكم على قضية الأداب ما تشيلش أي هم. إحنا عندنا بدل المحامي 10 ومتخصصين وفاهمين كل حاجة، ومن بكرة إن شاء الله هيوقفوا كل الإجراءات. المهم إن هما يوقفوا الضرب. أصل المعركة شرسة. اطمنوا. رجالتنا هيبقوا معاك. بس الحكاية هتحتاج شوية فلوس. فلوس كتير كتير يعني. أيوة يعني مش أقل من 5 6 7 8 9 قول 10,000 جنيه يعني توصل لها 12 25 30 يعني حوالي 40,000. حبيبي ضمت ورم، ما تنعوش هم المصاريف، انا متكفل بكل حاجه. 500 600 ألف مليون جنيه احنا جاهزين. الناس دي بان عليها ابلي. احنا اللي يهمنا المبادئ، واحنا عارفين طبعا ان انتوا بتوع مبادئ لا مؤاخذه. احنا الحمد لله ما حلتناش غير المبادئ. بس انا عايز منكم وعد. ايوه اتفضل. ان شاء الله لما تخشوا المجلس كده بالسلامه وتترستقوا فيه توعدونا ان انتوا تحلوا لنا مشاكلنا مع الضرايب. لا 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 لا، الموضوع ده شيله من دماغك خالص، يعني اعتبره انتهى كده. يبقى 100 100. صوري يا عديله هانم، الضرايب مطالبه المرحوم ب 27 مليون جنيه في 3 سنين بس. كام؟ كتير كتير قوي. ما هو رخر مات بحسرته. الله يرحمه. لا حول ولا قوة الا بالله. مساء الخير. انا ماليش تقل على البتاع ده. ايه؟ ده احنا بنقول عليك راجل وهتبقي نايبتنا. لا ودي نايبة تقيلة قوي. اشربوا. انا عاوزكم تنبسطوا. Thank you.
خد يا حلو. نص الفرش ده هدية مني لك. زدكار. مين؟ زدكار محبة يعني. آه. نوع نضيف قوي. اسمه جايين الدنيا ما نعرف ليه. اسمه ايه؟ جايين الدنيا ما نعرف ليه. نوع كده. الولا صلاح بيصطبح بيه كل يوم. صلاح مين؟ صلاح ابني. عقبال عيالك خد الابتدائية السنة دي. آه. ربنا يبارك فيه. الله يخليك. زدكار. الولا صلاح بيشرب منه. صلاح ابنه. خدت منه ايه؟ بقول لك زدكار. انا عاوزه زيه. زيه ايه؟ هو تفاصه وخلاص هو اكل. بقول لك زدكار. زدكار متكار. انت النص وانا النص. يلا بينا بقى يا جماعه، انا كلهم سوا كده عشان يبقى عيش وملح. والله انا شايف يعني ملهاش لازمه الحاجات دي الحقيقه يعني. ولا يا عديله؟ انا عاوز اطرش. ايه؟ اطرش. لازم تتغذوا كويس علشان تعرفوا تنتاعوا للادي في المؤتمر. اه طب اذا كان كده بقى ما تلفونا احسن الاكل، ها، مع شويه فاكهه وعلبتين بيره وناخدهم معانا الكابينه. الا يعني في الحاجات بقى. وماله، لفوا لهم كل حاجه، ثلاث كراتين بيره والاكل وصندوق ويسكي كمان. ده الشغل السياسي على اصله الاحتراف المظبوط. المؤتمر جاهز والصواني اتملى ناس. اوكي يا حبيبي. طب يا جماعه جبتوا بقى، جهزوا نفسيكوا. ها، على فكره احنا مأجرين لكم عربيه بالسواق بتاعها تحت امركم اني تايم. ها، يلا يا جماعه ساعدوا. اتفضل. بعد اذنك يعني لمؤاخذة، مش ممكن المؤتمر يجي هنا احسن؟ عشان اصل في شويه تعب كده احنا الاثنين عايزين نطرش. وحقوق كل